السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله غادي نشوفوا سيارات من نوع السيكانز اللي معروضة للبيع. هاد السيارات هادو كيتواجدوا في مختلف المدن المغربية. إن شاء الله غادي نشوفوا بأثمنة مختلفة، وبالنسبة اللي عجبتو شي سيارة وبغا يبغى النمرة ديال مولاها فمالي اللي تواصل معايا على رقم الواتساب 0639 10 98 18. إن شاء الله غادي نعطي نمرة التليفون ديال صاحب السيارة. يلا بلا ما نطول عليكم، نبداو أول سيارة معروضة للبيع دابا معانا. هادي كاينة في مدينة الدار البيضاء. بالنسبة لهاد السيارة هادي كاينة في مدينة الدار البيضاء، سيتروان سي كانز. دوني بغادي نشوفو غير سي كانز. سيتروان سي كانز انتما كما كتشوفو معايا، هادي كاينة في مدينة الدار البيضاء، ليساس فون. كاينة في ليساس فون. دينا هي كما كتشوفو معايا، بالنسبة لهاد السيارة هادي فمولاي تيطلب فيها 33,000 درهم، 33,000 درهم، 3,300,000، كيطلب فيها 3,300,000. كاينة في ليساس فا في الدار البيضاء، هادي كاينة في كازا كيما قلت، مازوت موديل 2000، هادي موديل 2000، و موديل 2000 طوموبيلة باقة نقية ديال الخدمة. ندوزو طوموبيلة واحدة أخرى، هادي كاينة في الرباط، كاينة في الرباط. هانتوما كيما كتشوفو معايا التصاور ديالها، بلاها كيطلو فيها 38,000 درهم، 3,800,000. هاهي كيما كتشوفو معايا، هاد السيارة هادي مولاي كيطلب فيها 38,000 درهم، 3,800,000. كاينة في الرباط مولاها تيقول عفوا، هادي كيطلب فيها 28,000 درهم، 28,000 درهم، 2,800,000، 2,800,000. كاينة في الرباط مازوت موديل 2000. هادي سيتروان سي كانز باقة نقية، كلشي ناضي، ما فيهاش كسيدة عفوا. موتور مزيان، كان تواجد في مدينة سلا. ندوزو دابا لطوموبيلة واحدة أخرى معنا، هادي كاينة في صخور الرحمنة، سي كانز كاينة في صخور الرحمنة. دنا هي كيما كتشوفو معايا، دابا بالنسبة لهاد سيتروان سي كانز فمولاها تيطلب فيها، كيطلب فيها السيارة هادي كيطلب فيها 13,000 درهم، 1,300,000، 13,000 درهم، 1,300,000. مازوت 7 ديال الخيل، موديل 85 ديوانة 96، موديل 85 ديوانة 96. دوز طوموبيل أخرى، هادي كاينة في كازا، هاد سي كانز كاينة في كازا. هانتوما كيما كتشوفو معايا، بالنسبة لهادي مولاها تيطلب فيها 35,000 درهم، 35,000 درهم، 3 أونص، كيطلب فيها 3 أونص. كاينة في كازا موديل 2000، كلشي خالص ديال الخدمة. ندوزو طوموبيل واحدة أخرى، كاينة هاد سيتروين هادي سي كانز، كاينة في مراكش، كاينة في مدينة مراكش.
بالنسبة لهاد السيارة هادي كاينة في مدينة مراكش، مولاها تيطلب فيها 18 ألف درهم، 18 ألف درهم، 1,800,000، 1,800,000 مازوط، 7 ديال الخير، موديل 89، موديل 89، موديل 89. ندوز دابا لطوموبيل واحدة أخرى معنا، هادي هادي كاينة في البرنوصي في الدار البيضاء، سيتروين سي كاز، دي بالنسبة لهاد السيارة هادي فمولاها تيطلب فيها هادي كاينة في برنوسي في كازا، كيطلب فيها 40 ألف درهم، 4 د المليون، كيطلب فيها 4 د المليون، 40 ألف درهم، هادي غالية شي شوية، ما عليناش. هادي مازوت 7 د الخير، موديل 97، موديل 97، دوزيام مان، جامي اكسيدونتي. دوز دابا لطوموبيل واحدة أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة سلا، هادي كاينة في مدينة سلا، وبالضبط كاينة في البساتين، كاينة في سلا بالضبط كاينة في البساتين. عندي كما كتشوفو معايا راه مولاها مع القناة ديال البيع نوفوندا. ندير بالنسبة لهاد السيارة هادي فمولاها تيطلب فيها التمن ديال 27 ألف درهم، 27 ألف درهم، 2,700,000. كاينة في سلا، كاينة في سلا، موديل 91، موديل 91. ندوز لطوموبيل واحدة أخرى معنا، هادي كاينة فورزازات سي كانز، كاينة فورزازات، دير بالنسبة لهادي اللي كاينة فرزات مولاها تيطلب فيها 23 ألف درهم، 23 ألف درهم، بـ2,300,000، 2,300,000. كاينة فرزات مولاها تيطلب فيها كيما قلت 23 ألف درهم، كاينة فرزات مازوت 6 د الخير، موديل 90، موديل 90، ديوانة 96، موديل 90، ديوانة 96، فيها الموتور ديال البارتنر. ندوز لطوموبيل واحدة أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة مراكش، كاينة في مراكش، سي كانز، كاينة في مراكش، ندير مسألة السيارة هادي مولاها تيطلب فيها 18 ألف درهم، 1,800,000، كيطلب فيها 18 ألف درهم، 1,300,000، كاينة في مراكش، موديل 93، موديل 93، تمن ديالها 18 ألف درهم، 1,800,000. دوزو طوموبيل هادي كاينة في سلا، هادي كاينة في سلا، شوفو التصاور ديالها ومن بعد شوفو التمن والمعلومات الخاصة بيها. بالنسبة لهاد السيارة هادي فمولاها كيما قلت كاين نفس لا، مولاها تيطلب فيها 24 ألف درهم، 24 ألف درهم، موديل 87، هادي موديل 87، تمن قابل للنقاش. ندوزو لطوموبيل أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة طنجة، سيتروين سي كانز، كاينة في مدينة طنجة،
بالنسبة للسيارة هذه مولاتي يطلب فيها 37,000 درهم، 3,700,000، كيطلب فيها 37,000 درهم، 3,700,000، موديل 97، موديل 97، تسمى ديالها 3,700,000. نزلتهم بواحدة أخرى معناها هذه كاينة في مدينة بني ملال، كاينة في مدينة بني ملال، دمش بلاد السيارة هذه سيكنز مولاها تيطلب فيها 33,000 درهم، 33,000 درهم، 3,300,000. كاينة في بني ملال، موديل 2003، موديل 2003. نزلتهم من واحدة أخرى معنا هذه، هذه سيكنز، سيكنز هذه كاينة في مدينة كرسيف، هذه كاينة في مدينة كرسيف، بالنسبة لهاد السيارة هادي فمولاها تيطلب فيها 38,000 درهم، 3,800,000، 38,000 درهم، كرسيف، مازوط، موديل 93، موديل 93. دوز الطومبيل واحدة أخرى معنا، هادي كاينة في مدينة، هادي آخر سيارة معنا كاينة في مدينة الرباط، هادي كاينة في الرباط، هادي كاينة في مدينة الرباط، نزلت الثمن ديال هاد السيارة هادي مولاتي يطلب فيها 26,500، 26,500، 2,065,000، 2,065,000 فرنك. هادي موديل 98، موديل 98، البنوات بربعاج، بنوات مازالين جداد، و موديل 98، الثمن ديالها 26,500. اذا كانت هذه اخر سيارة معنا معرضة للبيع. اذا عجبتكم شي سيارة من هذه السيارات وبغيتو تعرفوا النمرة اللي مولاها، فما عليكم الا تواصلوا معايا على رقم الواتساب 0674-10-98-18، او اذا كانت عندك شي سيارة باغي تبيعها فممكن تصيفط لي التصاور ديالها و المعلومات ديالها ونحطها لك تتباع في القناة ديالنا ان شاء الله. كنشكركم على المتابعة والله يسهل الامور للجميع، وتحياتي لكم.